استراتيجية دعم الأندية المحترفة وتكييفها وفق ما يتماشى مع قوانين الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة القدم هي أهم المحاور التي تم التطرق لها خلال الندوة التي نظمتها اللجنة المشتركة لمعالجة ملف الاحتراف. جي بري لو رولي نتاع اللجنة اللي كانت منشأة، عاودت ضاوي وحطيت على رأسها يعني ان بروفيسيونيل دي فوتبول، واللي هو يعني معروف في على الاقل في النشاط نتاعو في المستوى الدولي. واحتجت انا يعني حبيت نخرج من التفكير بالعقليه الاداريه، نحتاج جو في ريغلي البروبليم ديفينيتيفمون، باسكو ماذا بيا يعني على الاقل في الشق اللي يعني وزاره الشباب والرياضه يتطلب اتخاذ قرار، جو بروندري لي ديسيزيون كيلفو اي جي دوموندي باش يكون العمل تشاركي، بحيث انه ما نقدروش حنا اون ديسيد على بلاص دي زوتر. مشاركه الانديه في المسابقات القاريه مرهون بحيازاتها على اجازه نادي محترف يتضمن شركه ذات اسهم مع تصفيه كامل الديون قبل موسم 2022-2023، شروط وضعتها الكاف لولوج عالمي الاحتراف. اليوم الموضوع راح يبقى في لا ليسونس دو كلوب بروفيسيونيل، باسكو فينالمون اون في تو pour arriver à la licence du club professionnel. Sans la khidma kamel pour arriver à la fin avoir une licence d'un club professionnel parce que kayen shurout lazem tatji wara ba3ha. اليوم جات هذه لا ليسونس كاف اللي راح تكون يعني بشروط شروط صعيبه، شروط تتحكم فيها يعني الخبراء تاع لا كاف. نتمنى ان شاء الله باش يعني كل يعني رؤساء الفرق يوجدوا روحهم لهذا لا ليسونس كاف، مش راح تكون سهله وما يعني ما يقدروش يعني يتهربوا منها، لانه لو يعني يتهربوا منها تكون عقوبات حتى على الفيدراليه وربما رهبيد حتى على الفريق الوطني. ورشات اللجنة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والفاف تواصل عملها لإيجاد الآليات والميكانيزمات اللازمة لتطبيق الفعل الاحترافي في كرة القدم. المخرجات والتوصيات من المنتظر الكشف عنها في غضون الأسبوع المقبل.